السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معي مجيد في قناتي وقناتكم عالم اميس متنوعه. كنتمنى لا فيديو اليوم يلقاكم باتم الصحه والعافيه. اول ما نبداو به هذا لا فيديو ديالنا هو الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم باتم الصحه والعافيه، وبغيت نعتذر منكم صراحه نهار الجمعه ما دات لكمش اللايف، وبزاف د الناس تواصلوا معايا في لي كومونتير في لي فيديو قالوا علاش ما داتيش اللايف. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، لان صراحه نهار الاربع الليله اللي غيصبح الخميس والليله اللي غتصبح الجمعه دوز واحد الحاله اللي سنقول لكم الى وصلت بيا لدرجه انني كنشهد وكنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. كنحس بالذات ديالي كتهز وتحط، ما نعسش ليل كله. انا اصلا ديجا كنت داك العام اللي قبل كنت ديجا وقع لي نفس الحاله وشكيت في القلب ومشيت درت الراديو ديال العضله القلب. ومهم شانك كيما كنقولوا واحد 4500 درهم في الكلينيك، والحمد لله لقيت كل شيء عندي مزيان، ودات لاباري ديال الطونسيون بقات معايا 48 ساعه، وقالت لي الطبيبه الطونسيون كيهبط لك بزاف علاش ما نعرف. المهم ما عليناش، هاد السيمانه اللي فاتت صافي قلت صلاه على النبي، اللي مشكل ديال القلب حيدناه، ولكن ديك لا طونسيون اللي كتهبط ما معروفاش مناش. المهم غير بغيت نبشركم حيت بزاف الناس كيسولوني. بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه، الحمد لله دات التحاليل، دات تحاليل الكوليسترول مزيانين، دات التحاليل كلشي. عندي فقر الدم هو اللي كيسبب لي داك لا شوت ديال الطونسيون، وكنت كناخذ واحد الفيتامين فيه باش ننصحكم من لهنا الله يجزيكم بالخير. اللي عنده مشكل ديال اون با طونسيون، الطونسيون ديالو في العادي كتكون 10 على 8 ولا 10 على 7، هذيك كاين اللي كيكون نورمال هكاك، انا من داك النوع. ولكن زدت خديت واحد الفيتامين فيه المغنيسيوم، وداك المغنيسيوم كيطيح لا طونسيون. ومع خصكم كتحمق على شي حاجه سميتها الثومه، كندير الثومه بزاف في الطياب ديالي وناقصه الملحه، صافي طاحت ليا. وهذاك الاحساس اللي حسيت به هو انني انا ناعسه وكنحس ما فيهش البرد، ولكن الدس ديالي كتهز وتحط، يعني الطونسيون هابطه، يعني ما بقاش داك السيركيلاسيون ديال لو سون مزيانه. المهم غير بغيت باش نقولها لكم ونقول لكم كنعتذر منكم، راه لي ظروف خارجه عن ارادتي والحمد لله. والفقر الدم لي جلوبيل غوج لقيتهم مزيانين واقفين على رجلي 12، ولكن الخزان ديال الحديد، وكاين بزاف الناس اللي ما عارفينهاش، الفيغيتين بحال اللي كاين الخزان السكر وكاين الخزان ديال الحديد. هذاك الخزان ديال الحديد لقيتو طايح، دابا خديت تريتمون ديال دو موا ان شاء الله، وباذن الله كما كتشوفوا شويه راه وجهي شويه ما بقاش داك الصفوريه، وبديت كناكل شويه الحمد لله دابا نغلط. المهم انا بغيت ندير هذا لا فيديو غير باش نقول لكم كنعتذر منكم اعتذار شديد شديد، وسمحوا لي بزاف. وبغيت نقول لكم ان بزاف الناس تواصلوا معايا في لي كومونتير، هبطوا شوفوهم كلشي كيقول لي الله يجزيك بالخير اختي، عافاك عطينا معلومات على بن مسعود الشطر الثالث وكشي. انا راني درت فيديو الله يجزيكم بالخير وشرحت لكم كلشي، وهضرنا حتى في اللايف اللي قبل راه هضرنا على هذا الشيء. غير بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بالنسبه للناس اللي على برا اولا بالنسبه للناس اللي خارج مدينه طنجه، كيقول لي عافاك عطينا الرقم ديال الواتساب ديال بن مسعود. بن مسعود عندهم الرقم ديال الفيكس، بن مسعود ما يعطيوك الرقم ديال الواتساب تتجي عندهم انت للبيرو، ويقدو يعطيوك يقدو، حيت ما يمكنش واحد موظف غيعطيك الرقم ديال الواتساب الخاص ديالو باستثناء الا دار معاك واحد لو بليزير. انا كنقولها لكم ونعاود نقولها، راه الشركه ماشي ملزمه انها تعطي دير واحد الرقم ديال الواتساب، لان كما قلت لكم وغنعاود نقولها لكم، راه كاين شي ناس كيتواصلوا خارج نطاق الخدمه، وكاين واحد غيقول لك انا خدمتي كنديرها اللي بغى يجي عندي للبيرو. عندكم اهميه شوفوا شي حد من العائله اولا ديبلاصاو نتوما، انا ما كنهضر على بالنسبه اللي كاين في المغرب، اجيو نهار الصباح البيرو ديالهم كيكون محلول، على الاقل خذوا من عندهم معلومات، حيت بعد المعلومات ما نقدش نقولهم لكم انا، اولا اليوم كي يخرجوها مولشي غدا ولا بعدو يقد يتبدل، ماشي مولشي يتبدل الراي يتبدل ديالو، يقد يقول لك لا انا في عوض ما يعطوني 9 المليون دابا القضيه مزيره يعطوني 12 مليون، وانتم غادي تقولوا لي لا راه قناه اميس قالت لكم غير 9 المليون تسويق، علاش جبت لكم معلومه واحده اخرى جديده. بالنسبه للناس اللي عندهم اللي كيبغوا ميتراج كبير عند بن مسعود 72 متر اولا 73 اولا 74 متر، راه التسويق كيكون 14 المليون، التسويق كيكون 14 المليون، وكتعطي 2000 درهم في الشهر ماشي 1500. اللي قل من 54 متر 54 متر هما اللي كيعطيو، يعني كل مره كتبدل المعلومه، يقد شي ابارتمون تخرج له فيها 90 متر. علاه كنقول لكم ملي تمشيو عندهم الله يجزيكم الخير ديروا ورقه وستيلو وكتبوا،
غنسولوا على هذه، غنسولوا على هذه، حيت نقول لكم واحد الحاجه، الا كانت لا فامي ديالكم العائله ديالكم صغيره صغيره، من هنا لقدام غادي تكبر. يعني انا نفضل نزيد 3 المليون. غتقول لي والنوار ما نوار، نقول لكم واحد الحاجه، بن مسعود كيبيع ب 25 مليون اللي تحت 54 متر، فوق 54 متر راه كيزيد 2 المليون، كيزيد 3، كيزيد 4، والفينيسيون ديالو زوينه على عكس الفينيسيون ديال بلايص اخرى. المهم انا غا بغيت نوصيكم ونقولها لكم، حيت انا نتوما كما كتعرفوني انا كنت خنوار، فهمتوني؟ يعني انا بالنسبه لي اللهم لك الحمد، مسك عليا ربي بالدويره ديالي، يعني اللهم لك الحمد، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول لكم واحد الحاجه، العقار في المغرب قد يطلع الا قديتو تشريو. انا ما كنهضرش على الناس اللي غياخذوا في البنكه، انا كنهضر على الناس اللي عندهم الفلوس. الا قديتو تشريو شريو. غتقول لي كيفاش العقار غيطلع؟ غنقول لكم راك شفتوا بان حنايا درنا التنظيم مشترك مع البرتغال ومع اسبانيا، يعني غيكونوا جميع الشركات، وان خصوصا ان الملف ديال هذا الثلاثي هذا ما بين افريقيا واوروبا هو اللي عطينا الاهميه. غتقول لي علاش؟ غنقول لك لان امريكا الشماليه غتكون هي اللي نظماتو، ما عندهاش الحق تنظمو. اسيا كذلك كذا ومثال، بقات اوروبا وبقات افريقيا وبقات امريكا اللاتينيه. امريكا اللاتينيه بغاو ينظموها وقال البيرو والارجنتين وداكشي، ولكن حنا كنعرفوا الظروف اللي كتعيش هذوك الدول من ناحيه انعدام الامن، عندهم مشكل في الطرقات، عندهم مشكل في البنيه التحتيه، واخا عندهم الملاعب، ولكن كاين بزاف الحوايج. والملف في المغرب مع اوروبا مزيان، حيت الدول كلها مع بعضياتها قرابين لبعضياتهم، يعني في ساعه المكانه تقد ساعه ونص تلقى راسك في لشبون في العاصمه ديال البرتغال، ساعه ونص من طنجه لمدريد في هذا باستثناء الى داو هذا. انا غير كنقول لكم هكا باش نقول لكم راه المغرب راه واجهه استراتيجيه. بغيتي تشري عندك الفلوس واجدين، ما تزقمش على راسك، هاد الشيء اللي غادي نقول لكم انا. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي الله يجزيك بالخير اختي، عافاك شوفي لنا شي مشروع بلا بدون ربا نخلصوا، يكون تسبيق 5 مليون 6 مليون ونسكنوا ونبداو نعطيو الطريطه، هذه ما كايناش. كنعتذر منكم لا فيديو وقفات ليا ما عرفتش علاش. المهم باش بلا ما تعذبوا راسكم وتجلسوا تحلموا وتتبعوا شي قنوات اللي كيكذبوا عليكم، انا كنقولها لكم، قنوات اللي يقول لك 25 مليون وعطيها 2 المليون اولا 3 المليون ودخل سكن ومن بعد غدا تعطيها طريطه، راه كيكذب عليك، هذاك كيقلب عليك باش يشفرك، والطماع كيغلب عليه الكذاب. باش نخوي باش كيما كنقولوا انا نصفي نيتي ونصايب الضمير ديالي يكون مرتاح. هذا من ناحيه بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي الله يجزيك بالخير، سيري انت عند مكتب بن مسعود وخذي لنا المعلومات كامله، راني المعلومات اللي خديتها راني قلتها لك، وما يمكنش انا نمشي نمثلك انت، لان ما عارفاش انا شنو الامكانيات ديالك، شحال تقد تدفع، شحال تقد تخلص، شحال الميتراج اللي بغيتي، واخا تقول لي ماشي بحال جيتي انت، لانني صراحه ما نقدش نتحمل شي مسؤوليه بحال هذه. الله يجزيكم بالخير، عذروني. وحاجه واحده اخرى بالنسبه للناس اللي كيقول لي بغينا الواتساب، راه غير سمحوا لي هذه الايامات هذه كما قلت لكم راني مريضه، وكنوعدكم هاد اليومين هادي غندير واحد الرقم ديال الواتساب، ولكن بشرط اللي بغى يبيع. واحد السيده الاخت قالت لي راه عندي واحد الارض بغيت نبيعها، مرحبا اختي غصبري عليا غنعطيكم الرقم ديال الواتساب. اللي بغى يبيع واللي بغى يتنازل، ماشي شي حد كيقلب على التنازل يدخل عندي لذاك الرقم، الله يجزيكم بالخير. وخصوصا بغيت نقول لكم واحد الحاجه، خصوصا ان رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه، كنعتذر، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وراحه البال ورزيق، والاهم حاجه الصحيحه، انا جربت هذه الايامات هذه الصحيحه هي اهم حاجه، يعني راه ما غنشوف شي وقيته باش نبدا ندير لكم اللايف، نقد ندير لكم حتى جوج مرات في السيمانه اللايف، اختاروا الوقيته، كتبوها لي في التعليق، الله يجزيكم بالخير، كتبوها لي في التعليق نشوف شكون ونرجع. عدنا اليكم من جديد. المهم كما قلت لكم غندير لكم واحد الرقم ديال الواتساب، الله يجزيكم بالخير وتواصلوا معايا فيه، اللي بغى يبيع، اللي بغى يدير تنازل، عنده ارض بغى يبيعها، عنده ابارتمون، عنده شي حاجه. وبالنسبه للتواصل ديالنا ان شاء الله غيكون بلايفات، جوج لايفات في الاسبوع باذن الله بمناسبه شهر رمضان، وغيكونوا قصارين باش نخليو لراسنا العباده والاستغفار وقراءه القران. هادشي اللي غنقول لكم، شكرا لكم وبارك الله فيكم، وشكرا للدعوات ديالكم معايا، ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوناش باللايكات وبالتعاليق، الله يجزيكم بالخير، السلام عليكم.